إشكالية تجنبها الكثير من الباحثين وهي إشكالية ثبات الشريعة. هل الأحكام التي وردت في القرآن والسنة هي ثابتة أم قابلة للتطبيق؟ هذا هو الإشكال الرئيسي. لم يكن بالنسبة للخلفاء أي حرج في أقلمة وتكييف أحكام وردت في القرآن أو ورثت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي صار فيما بعد مستحيلا. وأفسر في الكتاب كيف تمت هذه التحولات، لماذا انتقلنا من رؤية تكييفية للشريعة الإسلامية إلى ما سميته رؤية تراكمية، يعني أنه في الأصل القانون الذي يصدر عن الجماعة يصدر عن طريق الشورى، يعني الخليفة يجمع المسلمين ويسألهم ثم يخرج القانون، وليس مجموعة من الاختصاصيين في مكان ما يصدرون حكما يكون أجمعنا على الحكم. فالفرق بين فرق واضح، وأنا أريد أن أكسر هذا الشيء الذي توارثناه جيل مع جيل في أذهان الناس. الإجماع هو ثالث مصادر التشريع، الواقع لا، الشورى هي المصدر، مصدر التشريع، يعني تشريك الشعب في المسائل العامة. يعني لا يمكن أن نتصالح مع زمننا، ولا يمكن أن نصنع إنسانا متحرر، ولا يمكن أن يتحرر الوطن إلا إذا حدث الشيء. أما إذا ظللنا على الطريقة القديمة فلن يتحرر الإنسان ولن يتحرر الوطن، وسنعيد ونكرر أخطاء الماضي. ببساطة أنا أحكم باسم الشريعة، يأتيني معارض يزايد علي ويقول لي لا أنت خالفت الشرع في كذا وكذا، وأنا أكثر منك احتراما للشريعة وأكفرك وهذا حكمك غير شرعي، كما يقال الآن هذه حكومة لا تحكم بالشرع، إذا فهي حكومة غير شرعية. اليوم كل الناس يدعون أنهم السنة على الأقل أنهم يسيرون على طريق السلف الصالح، وكل يزايد على الآخر. وإذا دخلنا باب المزايدات فأنا أيضا أستطيع أن أدخل باب المزايدات وأزايد على أني سلفي أكثر من السلفيين. أتوجه بهذا للعامة لأني أعتبر نفسي واحدا منهم، والعامة هي التي بيدها تغيير الأمور. ما لم تتغير بين قوسين العامة، ولا بحب هذا الكلمة، أن نقول أن الشعب والجماهير ما لم تتغير لم يقع هناك أي تبدل في حاله.